قرار باسم الشعب اللبناني. إن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بعد الاطلاع على الأوراق كافة ولدى التدقيق يقرر إعادة المدعين فورا إلى وطنهم والترخيص لهم بالقيام في سبيل ذلك مباشرة أو بواسطة وكيلهم القانوني بما يلزم من إجراءات ومعاملات بموجب القرار الراهن حتى نيابة عن المجهز أو الوكيل البحري لتأمين مغادرتهم الفورية للأراضي اللبنانية وعودتهم إلى موطنهم. كنا بعد ما اخذنا ولا اجراء نحن بتنفيذ قرار القاضي تبع التفريغ والتحقيق تبع التعميم والتفريغ. طيب هون هيدا بالتزامن انتوا كنتوا فسرناها بانه يمكن هيدا اجراء اولي لان نحن كل راسنا وكل تفكيرنا نحن شو اللي طالبينه فسرناها انه يمكن يكون هيدا اجراء اولي لحتى يقوموا ببيعهم بالمزيد العلني. نحن كنا مترددين وكنا عم نعم نفكر كيف نحن بنعمل شو نحن ما طلبنا لا تفريغ ولا تعويض. كيف طلع القرار هيدا؟ قلت لك بعد ما طلع القرار الثاني اللي هو 25/8/25 قرار قاضي الامور المستعجل بتسفير الطاقم نحن فسرناها براسنا انه ممكن عم يعمل اجراء اولي بفصل البضاعه عن الماخره لحتى يقوموا بعمليه الاعلان عن بيعهم بالمزاد العلني. يعني هذا التاخر كله كان تردد من قبلكم؟ يعني هذا التاخر بارسالكم لاداره المرفأ لايجاد مكان مناسب هذا كان كله بسبب التردد؟ بهيدي الفترة أستاذ عبد الحفيظ خصوصي بالمراسلات اللي كانت عم تصير وأيضا بالكتب اللي أرسلت من السفارة الأوكرانية والسفارة الروسية، هل كان وزير النقل بوقتها الأستاذ غازي زعيتر على اطلاع على تفاصيل هذا الملف؟ أساسا نحن قرار القاضي الأمور المستعجلة مع الإحالة تبع هيئة القضايا اللي عم تقول لنا إنفاذ مضمون القرار اللي عم تطلب منا إنفاذ مضمون القرار مش بخاطرنا بدي ارجع اقول مش بخاطرنا ومش بارادتنا نقول بدنا ننفذ قرار نكون عم نخالف قانون اذا قلنا ما بدنا ننفذ القرار القضائي الصادر عن القاضي الامور المستعجله واللي في معه احاله من هيئه القضايا بوزاره العدل اللي عم تطلب منا انفاذ مضمونه. طيب هيدا القرار مع هالاحاله هي اساسا وردتنا من وزاره الاشغال يعني المديريه الاداريه المشتركه بوزاره الاشغال اللي هي كانت سبب الوصل ما بين الادارات وما بين الوزير هي اللي كانت تطلع الوزير وهو هودها اساسا كانت هيدي سياسته للوزير انه شو عم تكونوا بعثوا للمديريه الاداريه المشتركه وشو عم بيبعثوا اياه على الطريق الاداري المشتركه. يعني عم تقول ان الوزير غازي زعيتر كان على اطلاع هيدي يسال عنها هو صراحه ويسال عنها المشتركة هل أطلعوا المسير عليه ولا ما أطلعوا؟ بأدار 2015 حضرتك تقدمت بطلب إلى معهد البحوث الصناعية لفحص وتحليل البضاعة الأمونيوم نيتريت المخزنة في مرفأ بيروت، ليش تقدمت بهذا الطلب حضرتك وشو عملت بنتيجة الفحوصات يعني لوين أحلتها اللي طلعت؟ نحن بعثنا هالطلب هيدا ولما بعثناه قلنا نعم من اي حال حتى في حال طلب منا اي معلومات تكون عندنا معلومات جاهزه حول هالبضاعه هاي. نعم. ولكن معهد البحوث الصناعيه ما عملوا هالتحاليل هيدا. معهد البحوث الصناعيه، لماذا لم يجب على طلبكم؟ طبعا يا ريت تسالوا. بس ما اجاكم جواب. ما اجينا جواب منه لا. الجيش اللبناني صار في اي تواصل خلال هاي السنوات كلها بينكم وبينه؟ في المجمل وبعد مرور أكثر من عام ونصف على انفجار المرفأ يعيد القيسي مراجعة شريط الأحداث ليطرح ولو متأخرا مجموعة من التساؤلات. حتى معلش شركة سبكتروم اللي هي كانت وكلت الوكيل مصطفى البغدادي بعملية شحن البضاعة هاي اللي نزلوها على مرفأ بيروت أنا بسأل المعدات هاي هي معدات تنقيب هذه كانت موجودة بالبترون
كانوا ياخذوها على مرفأ طرابلس، مش اسهل عليهم ياخذوها على مرفأ طرابلس؟ البترول اقرب لمرفأ طرابلس، لا سيما وانه بمرفأ طرابلس كان في بواخر لورو اللي هي عم بتروح على جده وعم بتروح على العقبه. طالما ان بدهم يبعثوا البضاعه هول المعدات ويعطون على العقبه، كان الاولى فيهم شركه سبكتروم والوكيل البحري مصطفى البغدادي انه ينقلوهم من البترون على طرابلس. لما اجت الباخره، الروايه اللي الكل بيعرفها، حاولت تحمل المعدات اللي جاي من اجل تحميلها، ولكن يقال انه كسر باب العنبر تبع السفينه، وشعر القبطان بانه رح يكون عنده صعوبه انه يحمل هيدي البضاعه، وشعر ايضا انه هناك مشاكل بالباخره اللي هو على متنها، واتصل بجهاز يعني مراقبة السفن وصيانة السفن اللي موجود صح بوزارة النقل، وطلب منه الكشف على السفينة. جهاز الكشف على السفن الوطنية والأجنبية. نعم. رئيس المينا اتصل فيهم من بعد ما وقف الربان تحميل وطلب الجهاز لأنه لينزل على الباخرة، نزل جهاز الكشف على الباخرة. وشو تبين لهم بنتيجة هذا الكشف؟ تبين لهم انه في عندها مشاكل، في تشققات ببدن السفينه، في تفرغ مياه من مقدمه السفينه. نعم. في المياه الخزان تبع الصابوره، بسموه مياه خزان الصابوره، كمان متشقق والمي عم تطلع لقلبه. في اجهزه ملاحه بحريه غير معش عم تشتغل. معظم المضخات اللي بتكون عادة بالباخرة مش عم يشتغلوا، فيها بكون مولد كهرباء، مولد الكهرباء كمان مش عم يشتغل بشكل صحيح. المحركات، في محركات للباخرة، محركات تعبانة. بس هيدا كله بسبب محاولة التحميل، ولا هيدي عيوب موجودة أساسا بالباخرة؟ لا، هيدي ما دخلها بالتحميل، التحميل اللي أثر فقط على الغطاء العنبر. طب هل هو برأيك مسألة طبيعية إنه باخرة قاطعة كل هالمسافة من جورجيا ويفترض إنه تكون رايحة على موزمبيق أن تكون فيها كل هذه العيوب؟ يعني هل هي مسألة اعتيادية برأيك؟ لا، منا اعتيادية لأي نوع من باخرة. ومش غريب إنه القبطان هو اللي يطلب من رئيس المينا هذا الشيء، ولا وكأنه هو بده يلفت نظر الجهاز الكشف أو بده؟ نعم؟ هو اللي وقف التحميل، يعني هو أول ما طلعوا الأول تراكتور، اول ما طلعوا على الباخره وانبعج سطح العنبر، وقتها هو وقف التحميل. لما طلع جهاز الكشف على السفن وكشف على السفينه، تبين له انه على متنها في مواد امونيوم نيتريت وفي مواد خطره، ولا ما تبين من هذا الشيء؟ لما صارت اول ما صارت العمليه طلع اول مره. ايه نعم، اول مره. ايه عرف شاف انه فيها مواد خطره. بهالوقت هيدا، يعني هيدي كمان أنا كمان في علامة استفهام تانية. نعم. إنه بأقل من شهر دير التنفيذ بيروت ب 20/12 بيعملوا حجز على الباخرة. صحيح. وبعد خمس أيام 25/12 يمكن رجعوا عملوا حجز تاني على الباخرة. والوكيل اللي هو مكتب بارودي للمحاماة، شو هالسرعة هاي اللي دير التنفيذ بيروت عملوا الحجز على الباخرة ومنعوها من السفر بعد ما كانت عم تستحضر؟ يعني عم بتابع جهات الكشف، عم بتابع مع الوكيل البحري ومع القبطان، وعم بيأخرون عم بيقولوا يلا رح يجينا مصاري وما عندنا مصاري هلا وبدنا نساوي. بهالوقت هيدا دير التنفيذ بيروت كانت طلعت هالحجزين على الباخرة ومنعت الباخرة من السفر. استاذ عبد الحفيظ، يعني اليوم اسألك سؤال صريح، برأيك وانت يعني كل تفاصيل الملف اكيد بتعرفها حضرتك، برأيك موضوع العيوب اللي بالسفينة والتلكو كان مقصود لحد ما يتلاقى مبرر تاني لبقاء الباخرة بلبنان؟ انا هيدا رأيي. نعم. ايه، والمكتب بارودي للمحاماة اللي هو يعني هاد، شوف العجيب، العجيب انه هو هالمكتب هذا هو اتباع على الباخرة، وهو الوكيل تبع. نعم. وهو الوكيل طاقم الباخرة. السؤال الثاني، معلش، دير التنفيذ بيروت لما قدم مكتب بارودي للمحاماة لهم لحجز الباخرة، ودي طلعوا اني قرارين حجز، واحد ب 20/12 والثاني ب 25/12،
مسألة ليلة تنفيذ بيروت يا خيي، هالأموال اللي مترتبة هل حشسوها كرامة أموال مترتبة عليها للبنكرينج؟ فما سألوا إنه طيب هولي وين مترتبين؟ هاي هولي مترتبين عليها مش ببيروت، هولي المصريات البنكرينج كان مترتب عليها هي وبيريوس. ليش ما سألت ليلة تنفيذ بيروت ليش جايين تحشسوها ببيروت وطالبين منا نحشسها بالوقت اللي هالأموال اللي هي عم تنادي فيها يا مكتب المحاماة يا وكيل البيخرة اللي هو وكيل عن المدعين على البيخرة جاي يطالب فيهم هون؟ ليه ما طالبوا فيهم ببيريوس باليونان؟ اي بس شو المشكلة؟ هو بقانون البحر، بالقانون البحري بتقدر انت بتقدر تطالب بمحل غير المحل اللي صار فيه الدين او اللي ترتبت فيه الاموال، صح؟ هي بتقدر بس بترسم علامة استفهام انك توصل للبيخرة وقت اللي بتقدم. ليش ما قدموا هنيك؟ هني هول اللي قدموا. ليش ما قدموا ببيريوس؟ كم يوم قعدت ببيريوس؟ ليش ما قدموا هنيك؟ نتروح ليش عمل في بيروت وعملوا دير التنفيذ بيروت واصل بلحظة عمل عن قرارات حجز للبيخرة، ربطوا ايدين رئيس المينا، رئيس المينا ما عاد قادر يسفر البيخرة. كان يفترض بهذه الحلقة أن تكون ختام رحلة المحاكاة، لكن الاتصالات التي تمت مع عدد من الموقوفين والتي أخذت مساحة واسعة من العرض أدت إلى تأجيل الحلقة الأخيرة إلى ما بعد شهر رمضان، على أن تكون تلك الحلقة مخصصة لرصد الأيام الأخيرة في رحلة أكياس نترات الأمونيوم داخل العنبر رقم 12، وللتحقق تحديداً من مدى جدية فرضية التلحيم الحارقة الخارقة، على أمل أن يكون رئيس الجمهورية قد وقع قبل هذا الموعد التشكيلات القضائية كي يتمكن القضاة من البت بدعاوى الرد ودعاوى مخاصمة الدولة، وكي يعود الانتظام إلى العمل القضائي ويعود التحقيق العدلي إلى السكة الصحيحة. هذا حق لأرواح الضحايا وحق لأهالي الضحايا ومحبيهم، وحق بطبيعة الحال أيضاً للموقوفين كي يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ومن التقدم بطلبات إخلاء السبيل، على أمل ألا يكون هناك مزيد من الأرانب في جيوب المشعوذين، لأنه ما من عقل أو من منطق يمكن أن يصدق أو أن يستوعب أنه في بلد يدعي سياسيوه أنهم يريدون أن ينهضوا به من جديد هناك تحقيق في حجم التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت متوقف كل هذه المدة كرم لعيون بعض الأشخاص، أياً كان هؤلاء الأشخاص وأياً كانت مواقعهم ومسؤولياتهم. بعد شهر رمضان إذن نلتقي في الحلقة 25 من رحلة المحاكاة.